السلام عليكم. الضيف ديال حلقة اليوم أو الضحية ديال حلقة اليوم نوض روينة وحيح هنايا في لاتولي. أش وقع وأشنو جرى؟ ما تشوفش بعيد نشوفوا أشنو دار. هشام اخويا هشام شو لسفكم على هشام؟ صعب اخويا قبل ان تسنى اخويا يلا بالي يا شيخ مال بالي مشي بحالك انت ما فهمتش ما فهمتش والو صح ما فهمتش الشكليه الشكليه انت ما فهمتش بقاش حاصل ما فهمتش ما حاضرك ما تلعب انا قلت لك بالي خدم خدمتك اصاحبي لا لا الشكل اللي كتجري مورا بنادم لا انت مش درتي انت اللي جريتي يا صاحبي شفتي ما فهمتش ما فهمتش انت كتسابق على الخدمه انا ما قلت لك والو دابا خدم اصاحبي وانا خدم انا كيفاش كتسابق صافي خدم الله يرحم لك الوالدين لما نمشي تقلب ليا وانت اللي علاش كتقلب ديما تدير هذا الجيست هذا صاحبي باغي تهربوا ليا صافي سير اصاحبي لا ما تهربوا ليا صاحبي والله ما عرفت واحد انت كتشوف بنادم كتولي طالع شي حاجه خويا دخل فوق راسي ترى خويا خليك عشيري خذ فوق راسي ما تمشي معايا وقف من هنا مالك اصاحبي صافي صاحبي صافي اخويا مالك اصاحبي حضرتك عليا مالك صافي انا صافي خويا ما تكملش معانا وما تكملش معايا ما تكملش معايا مالك صافي ما كاين والو صافي صافي وما كاين والو صافي ما كاين سلامي والو صافي ما كاين والو صافي هذا وين ويا انت يا صاحبي لا فاستو كذا ما فهمتش ولا عادي ما كاين والو انت دابا واقيلا بنتي داخل حماك هو قايل ولا ما عاد ما فهمتش حتى بنتي واقيلا داخل شويه مع الصاب ولا شي لعيبه ولا صافي راه نداوي انا وياك صافي اخويا صافي سير بها صاحبي غتهربوا لينا حتى التاسع لا مش ناوي نبقى جنب مالك اصاحبي والرب العالي يا صاحبي صافي يا صاحبي اسكت انا ساكت اصاحبي انت مالك اصاحبي وانا ساكت مالك اصاحبي ديما فحال موكا صاحبي انت اصلا ديما كتجري ورا الخدمه كيبان لك بنادم كتمت غادي كتجري واش واش ندير واش هو صاحبي بدا شويه صاحبي كيفاش انا عارف جيعان عارف ما كان والو واش جيعان مالي السوق انا سير صاحبي دبر راسو ولا كان جيعان الحق عندي مقاله ديال تحت المعده انت علاش تبغي هادشي مالك اصاحبي رد منك كنت دابا مالك اصاحبي علاش كتقلب اصاحبي علاش كيفاش تسيكيش بزاف؟ كيفاش حشومة لك؟ وانت شي مثل عياق انت ما تدويش اصاحبي استغفر الله وما تدويش شوف صاحبي ما تدويش انت في راسك ما تدويش صافي تحت الصفرة صافي شر من عن الناس شنو قلتي شنو قلتي؟ سمعت في حد جنب عليا صاحبي صاحبي كيفاش تسمى لك اصاحبي؟ ما دويتش معاه لما علاش كيف حالنا بلا باس؟ صاحبي كندوي مع عمي وما تدويش كيفاش عمي اصاحبي؟ مالك صاحبي انا وليت ضارب هذا شغل كدوخه صاحبي شغل ضربني شغل كدوخه صاحبي كتقول غنضرب هو صاحبي واش يهزك يا رب صاحبي الله مرحبا الله يهزك يا رب مرحبا مرحبا سير يا صاحبي قاد هاد البرويطه صاحبي وخلينا نمشيو في حالاتنا الله يرحم لك الوالدين اجا صاحبي شوف ديالك قابل ديالك وبقى في حده ديالك قابل واصح ما نبغيش ما نبغيش اخو واش ما نبغيش ولا ما نبغيش اخو ما نبغيش ولا ما نبغيش كيفاش ماشي الناس كاين ما كتشر من الرب العالي وما كاينش حد تشر من صاحبي وما كاينش حد تشر من صاحبي وانا ما نعرف ان بيان نطلب بلا شي اللي باغي نعرف على اخو ودابا واش الطوموبيله ديالك ما عبالنا الطوموبيله ديالك ما تهمش معاه ما تهمش معاه وما تقيسنيش ما تهمش معاه عبالنا الطوموبيله ديالك دابا ملي سولنا معايا انا لكن الله يحمد لنا والو حنا يدلك ونموت فمك الله يسهل وحنا يدلك ونموت فمك صافي لا لا كاش واش قلت لك انا صايب كيفاش وانا ما قلت الطوموبيل ديالك اصاحبي دابا شكون اللي دخل هذا هنا وصافي وقف حتى الشهر من اصاحبي راه كنا كنعرفوا الشهر من الوسيط يلا سير يلا سير واش السيور كيفاش كدري لي كاليات
كيفاش كدير عليك؟ تشكل عليك اخويا، كيفاش تشكل عليك اصاحبي؟ والله تشكل عليك، كيفاش تشكل عليك اصاحبي؟ واش كتعرف اش كتقول؟ واش كتعرف اش كتقول اصاحبي؟ واحد اللي يتقدم في فمك، الله يسهلك، واحد اللي يتقدم في فمك، الله يسهلك، استغفر الله العظيم. سير اصاحبي، سير عياقه اصاحبي، العياقه اجي كمل خدمتك اصاحبي، العياقه هو حق الله، شوف العياقه هو حق الله، شوفك العياقه يلا. اه اسامه احنا عليا راسك خويا الصباح، خويا الصباح، شنو درت هاد الطريق؟ كيما شنو درت؟ قلت لهم العياقه، قلت معايا، قلت لهم قلت معايا، والله يرضي عليك انت، والله يرضي عليك انت. اي سلام مالك اصاحبي، مش انا علاش كتقلب من انت؟ انا انت ما قبلتش من بنتي، ما حملتكش، والله يسهل، ما حملتكش، انت والله تعرفتيني، بالله نعرفتك شكون انت، والله تعرفتيني شكون انت اللي كنت ديرك صحيح هذا؟ اه شبالي انت اللي كنت ديرك صحيح، راه ما عرفتش مالي انت، راه ما عرفتش، راه هو انا وانت ما عرفتش الصح. واتكالم اه تشوهت يا تشوهت؟ اه تشوهت سير اصاحبي، انا كنت معاك يا ورا ورا ما فهمتش. وانت سير اصاحبي، سير اصاحبي، شنو من سيرات؟ اشوف السيرات واه سير اصاحبي، الله يسلمك، صافي 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 يا ربي انت ماشي غتضربني فين؟ الله يرضي عليك، ماشي غتضربني فين؟ الله يرحمك، وماشي غتضربني؟ الولاد دير شي مشكل، اش من ماشي مشكل؟ الولاد دير شي مشكل اخويا دابا، هذا المشكل ماشي غتديرو دابا، هذا المشكل ماشي غتديرو دابا، اسمع شنو شحال ماشي زروان ولي ضاربك اصاحبي، ماشي غتضربني، ماشي غتضربني اصاحبي، كتقول لك غتضربني حتى شويه، ماشي غتضربني صافي خصك، وماشي غتضربني صاحبي، قلت لي غنضربك، قلت لي غنضربك، قلت لي غنضربك، مشكله، قلت لي غنضربك، راه قلت لي غنضربك، راه الولاد ضاربك انا نولي ضاربك صافي، اش بعدو بعدو من هادشي، بعدو من هادشي، انا نولي ضاربك، ما تفعنيش تفنوش، ما تفعنيش قاعده، اش بغيتي حيد صاحبي، اش بغيتي صاحبي، لا صاحبي ولا صاحبي، شنو هو صاحبي، انا نولي ضاربك، واش كتعرف اش كتقول؟ صافي حيد، واش كتعرف اش كتقول؟ انا خويا ما تجيش حداك، افتح افتح معصب معصب والله تداخل مع كيفاش هو خونا صح 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 انا كل لا صاحبي برويتو خليه يمشي صاحبي بحالات واصاح علاش تبقاش في الصيف هاد كيما جيتي تفكي شيني لا معليش تقلب دابا صاحبي صاحبي صافا صافا وصافا صافا صافا ياك تعاين فيا تعاين فيا راح نعيشك تفكي ليا راح نعيشك من ورا يلا صافي يلا والله ما مربي انت يا محشوم عليك والله ما مربي ويلا تدخل صاحبي تفكي يا صاحبي ما مربيش انت يا شوف من حوار عليك تدير شوف شنو الحوار عليك تدير على بالي صاحبي نكملوا البرويط الله يرحم لك الوالدين صاحبي البرويط مع مالك كيفاش مالك شنو البرويط شنو هي الطوموبيل لا 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 انا كيسخني انا اخوان وانا نسخني انا انا كيسخني انا وانا نسخني انت لا صاحبي لا سير صاحبي سير موقف ليه سير موقف ليه صاحبي سير موقف ليه الشرمي ديالكم اخويا ماشي صحيح انا ولا ثاني ولا العاب ولا باغي يطمسك ولا باغي يطير ولا شي حاجه ديال الغلط انا ولا العاب ولا باغي يطير مالك عندك رونج روفر عندك مروان عمال ما عجبهاش البراوات انا مش تخلي معاك انا مديك الشطيحه راه هربوني انا الله يشهربوني يلا انت ما تدوم مع حتى شي واحد ما تدوم مع حتى شي واحد ما تدوم مع حتى شي واحد وما تدوي مع حتى شي واحد معايا انا دويت معاكم وصافي يلا صاحبي نكملوا هذا الشيء اصاحبي نقولوا عاوتاني برويطه عاوتاني يلا بالي اصاحبي انا ماشي برويطه انا الشنشايه وحق الله ها شي ساق بيا كنت كنا على برا شي كنت كنا على برا شويه ولا حاجه من ايه لعب انت تلعب فيا لعب جونغلي بك وحق الله هاك تبين لي نفسي انت كتبان لي في ربيع في ربيع انت كتبان لي نشايه لا 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 لا
المهم راه بالي داك الشيء ديالك انت مقبحه ما والو راه شويه هذا هو انا ما كنعرفش شكون فاهمي اه شويه ولا تشويه بالله شكون ربك وحق الله واش انت علي راسك ولد العاصي اعلام وليت العالم بالرب انا على فين اهلي ما بقاش تقلي لقيتو فين تقلي اه دابا كاين وصاحبي دابا قول لي اش عندك قول لي اش عندك وانت شنو ما قول لنا اش عندك اصاحبي واش ناوي علاش شي هنايا شنو عندك لا ما قول لي اش عندك لا ما قول لنا اش عندك داو معايا زعما داو معنا في الفندق داو معايا حيطلق من تمشي عادي دابا يا لا قول لنا اش عندك وبعد مني انت كتدفع فيا قول لي اش عندك انا ولي دار بالق الا ما تبعت من واه تبعت من وبعد من يا اخي عايش النوالي فينا بزاف اه تشوف عايش النوالي فينا بزاف طلق مني عايش النوالي فينا بزاف انا والله لا تهزت لك الكابا يقول لي فاش قال لي جاري معاك باش تهز الكابا والله ما تهز الكابا صاحبي انت فين مشيتي مالاتي اصاحبي مالاتي اصاحبي بكيل عليك انا شوف انا عرفت اش داني منك بكيل عليك ما والو انت معصب راسك اصاحبي انت معصب راسك اصاحبي ما خلى ما دار فيه خليني هاك شوف لا اصاحبي خليني ندور والله تنضرب وصافي تشوف مني يلاه اطلق يلاه انا شوف يلاه اطلق يلاه اطلق واش بالي كانت كراج هذا صيفطني عندهم واحد انا لا اصاحبي لا اصاحبي لا أوي شد زاسا عيق شياط زاسا عيق شياط أوي كنا عارفوش يا صاحبي خسروا أضرب رمت عارفونا يا ولا ما هو هو معقل هو صاحبي مالك أخوي أنا محمد كما كنت تشغل شي عندنا وأنا ما شغل شي عندي دابا أنا أنا خدام على راسي شغل شي عندي يا حشومة عليك سمعني معايا على والو فينا مش حشومة عليك واش خليوك حتى كدوخ اصاحبي حتى شفت طوموبيلتك اصاحبي
هيا غندير الفوز على نادي، هيا غندير الفوز على نادي. غنمشيو حتى غنمشيو. واش السيرة غنمشيو؟ خليهم يمشيو. باغي نمشي اخويا. باغي نمشي. والله تنضربك برك. تحيد هذا. عندي والله تنضرب. والله تنضربك بالله والله. تحيد هذا. تحيد هذا. حيد نمشي نحكي لهم. تكبر. حيد غنضرب. والله تنضرب. اش من حيد انت واش كدور؟ تحيد انت لا صح. مش صاحبي ملي نقاش تفاعل صح نقاش تفاعل صح رجوع لا لا انور لا 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 انور انا والله ما ليا شي حاجه تاع محلي راهو تاع الله يحفظك خويا محلي راهو اش 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 شوف نضربوه صاحب والله تنضربوه بالله والله تنضربوه يا عصبني نيتا راه عندك ماشي حلال وي فتح شي تمعاهم صح والله تعمل تعصب ثاني واحد لا انا عم شو واحد اللي بحال هكا والله تحشوم عليك بالله ولا تخسر الهضره صح اسمعني ناس اسمعني ناس قول لي بالريتيت والله الحشومه راه هما اللي قالوا يدير الشغل اسمح لي نسكاس عنا حبيبي اسمح لي اهلي يا سيدي اهلي الدنيا اهلي يا حبيبي شطحه الاك شطحه كتبقى احسن من الله شكون ضربك ضربتو بحديده صاحبي فين كاين المشكل انا؟ لا خويا شوف خايف ما كاينش المشكل لا حاشا والله ما صدقك اخويا الحاج يلاه هاني يا خويا انور عمر دير دابا شوف 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 دابا غتوقف دابا اسمعني اسمعني الله يحفظك على هاد اللقطه غتوقف غدير لا 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 يا حبيبي والله عليك عينك مشاهدينا الكرام كيف ما عشتوا معنا اطوار الحلقه ديال اليوم اللي كانت ضحيه ديال نجم شباب السوالم عبد الواحد حسي مساعده العم مفتاح عبد الواحد كيفاش عشتي هذه المقلبه ديال اليوم كيفاش عشتي الاطوار ديالو خصوصا انك انت غتسالي في لجنه اخلاقيات انا كنت البارح يلاه ساليت الماتش عيط لي عمي فتح قال لي غدا ان شاء الله واش مسالي قلت له صافي مرحبا انا ندير الوالده ونجي ونمشي معاك قلت له فين باغي تمشي قال لي راه باغي الطوموبيل ديالي راه هو موسوس مع الطوموبيل قال لي صافي قلت له غنمشي معاك مشينا قال لي عين سبعه قلت له نمشيو دخلنا مع هذا الكراج وصلنا لهنايا وتي بار الدري هذا الله يسمح ليه يلا دخلنا ولو حليه بروفوكاسي هو مال هذا صاحبي قالو قلت لي في بالي مالك اصاحبي حدو قال لي لا هذاك راه جيعان هادي وانا صافي اسمح لي وصافي اسمح لي كيف ما عشتوا معنا المقلب ديال اليوم اللي كان ضحيه ديالو كيف ما قلنا لكم نجم السوالم حسي صاحب الرقصه الشهيره غنتمنوا منه باش نختموا هذه الحلقه على ايقاع الرقصه ديالو اللي اكيد بانها اصبحت باكيطه باكيطه ديال السوالم يلا سيرة سيرة حسي يلا واش نقول لكم رمضان مبارك سعيد على الأمة الإسلامية إن شاء الله كنتمنى ندوز خفيف في هذه الحلقة ما درتش شي رياكسيون اللي خايبة بزاف أو سمحوا لي حيت خسرت الهضرة وماشي ديالي هادشي سمحوا لي والله ماشي ديالي هادشي أو سمحوا لي وصافي شكرا